ملك من الملوك في زمن من الأزمان أراد الخروج إلى الصيد، يذهب للصيد. قال له الوزير أنا أذهب معك إلى الصيد. قال لا بأس تعال معي. في أول الطريق جرح الملك في إصبعه جرح بسيط. فقال الوزير للملك هذا خير، لأن كل ما يصيب المسلم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أمره كله خير. غضب الملك وأخذ الوزير إلى السجن. وقال للوزير مستهزئا يسخر بالوزير قال سجنت؟ قال نعم. قال هذا خير لك. وخرج الملك في الصيد. وهو في الصيد أمسكوا جماعة من الناس ألقوا القبض على الملك. قال ماذا تريد؟ قالوا نحن نبحث عن إنسان نقدم قربان للآلهة نذبحه للشياطين للأصنام. الملك والذي يسأل لا هؤلاء أمسكوه وقالوا نحن نريد نذبحك للأصنام. قال أنا ملك. قالوا أنت أحسن شيء يقدم للأصنام. قيدوه يعني ضعوا القيود في يده. عندما وضعوا القيود في يده وجدوه مجروح الإصبع. فقالوا أنت معيب، أنت لا تصلح أن تكون قربان للآلهة، اتركوه. تركوه. رجع إلى الوزير وقال صدقت، وقال له صدقت هذا قطع خير. قال الوزير للملك لا بل أنت الذي صدقت إن سجني خير. قال له لماذا السجن خير لك؟ قال له لأن لو كنت معك في
الصيد انا لست بمعيب، كنت الان في عداد الاموات. جاي من طريقه ما يجي مع السنايبر كان الريده كان يوم اجوك كوكي له هاي اللي اي يجي من بن بسن جي خيوم بسن جي خيوم بان جاي تو جوي ني هاي هاي كي جاب 7 ني هاي اللي اي مين لبو هي خيوم ان بو ني خيوم نو بي ني الان ني كي كي يوم خيوم تو سمات دامباي سايت رو تو داك اوي كي جاي របស់ جي بان هاي. المسلم لا يتطير جيني اسلام جيني ترويه ترويه